السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحليل الجدد السلمي الدرس اللي وصلتوا ليه دابا سيبو من وراء ان شاء الله نديروا المتتاليات العدديه. الله بالنسبه لتحليل الجدد السلمي قسمت على جوج ديال الاجزاء هنا بالنسبه لله ديال اليوم. الدرس مهم بزاف، الدرس مهم جدا، امتدادات واسعه، امتدادات كبيره في لا فيزيك، غادي تشوفوا في لا فيزيك فهمتي الجدد السلمي تقدر تفهم بزاف ديال الحوايج في لا فيزيك، لان هذاك السياق اللي كتستعملوا راه داخل فيه حتى الجدد السلمي. بون على بركه الله نبداو الدرس. بالنسبه للجدد السلمي اول حاجه نفهم شنو هو الجدد السلمي. الا سمعتي الجدد السلمي شنو كاين؟ فوالا الجدد السلمي بصفه عامه هو الا كانت عندي متجهه ضربتها في متجهه، يعني جدا متجهتين عادي جدا. انا غادي نصور دابا وغنتغلب معاك شنو نمشيو. فوالا دونك نهضر على الصيغه المثلثيه للجدد السلمي. الصيغه المثلثيه الا سمعتي الصيغه المثلثيه دونك اوتوماتيكمون عندك ثلاثه ديال الحوايج مثلثيه. شكون هما ثلاثه ديال الحوايج اللي غيكونوا عندي في الصيغه المثلثيه؟ كوسينوس، سينوس، وبيا طونجونس. دونك كوسينوس ديال واحد الزاويه الفا، سينوس الفا، او لا طونجونس الفا. هذه هي الصيغه المثلثيه، خاص يكون فيها كوس سين الفا، سينوس الفا، طونجونس الفا. الصيغه التحليليه للجدد السلمي غنشوفوها تاني. دونك نميز بيناتهم بجوج، نعرف كيفاش نخدمهم بجوج. كالكو اكزومبل فيديوهات اخرى ان شاء الله، فيديو من ورا فيديو، خمسه فيديوهات، ست فيديوهات في الدرس، يكونوا ما بين 7 دقائق حتى 10 دقائق. تمشي اليز تفهم مزيان، حتى لا بريباراسيون بالنسبه للكونتر ان شاء الله بالنسبه للفرد الاحرص تكون مزيانه. فوالا بون بالنسبه للصيغه المثلثيه او قلنا هو عندي غيكون عندي جوج ديال المتجهات او في متجهتين من المستوى. يعني غنشرح هنا متجهتين من المستوى. دونك ملي كنكتب لك متجهتين من المستوى، سمح لي والي اسحاق ياسين نهيله ادم كل واحد غيقدر يرسم لي متجه في بلاصه. بمعنى مثلا غناخذ انا عبد الربي غناخذ المتجه او هي من المستوى، كاين واحد اخر غيرسم لي المتجه في هي عنده الحق وتقدر ترسمها غير في المستوى فيما بغيتي. بون من بعد هذا المتجه في نقدر ندير ليه ازاحه اللي هنا نحافظ على نفس الطول ديالو على نفس الاتجاه زعما تبقى متوازي ونسميها هي في عندي الحق. لاحظ معايا لازم تكون بيناتهم واحد الزاويه الفا. هنا من جهه الجدد السلمي يعني ان او هاد النقطه هادي هنا ضرب جدد سلمي، كيتقرا جدد سلمي. جدد سلمي او سلمي في كتعطيني دائما واحد العدد حقيقي كا كينتمي الى ار. باش نفصلو الى قلنا كا ينتمي الى ار، كا من ار يعني انك بصفه عامه ممكن يكون مثلا واحد، ممكن يكون اثنان، ممكن يكون ناقص اثنان، ممكن يكون صفر، ممكن يكون ناقص ثلاثة، ممكن يكون جذر اثنان، ممكن يكون أي عدد حقيقي. دونك هنا كيعطيني عدد حقيقي. حاول الله يخليك تدون هاد الأمور كاملة. هنا مثلا الزاوية تقدر تكون على الشكل التالي، يقدر يكون عندي أو فينا داير ليا بي على اثنان يعني 90 درجة. يقدر يكون كذلك بشكل هي زاوية حادة، هنا عندي زاوية عندي أو وعندي هنا في وعندي هنا زاوية ألفا أو تيتا أو أي زاوية سميها كيما بغيتي ألفا. هادو كاملين كيتسمى جدد سلمي، عندهم صيغة كتسمى الصيغة المثلثية للجدد السلمي. الصيغة المثلثية سهلة في التطبيق ديالها وفي باش تشدها. بون بالنسبة للصيغة المثلثية على الشكل التالي نقدر نمسح هنا الصيغة المثلثية. إلا كانت عندي أي و في متجهتين من المستوى، مثلا هذا هو أو وهذا هو في، بيناتهم واحد الزاوية ألفا. أشنو كيقول لي الصيغة المثلثية؟ أن أو سلمي لو بوان كيتقرا سلمي أو سلمي في يساوي هاد المثلثية غيبان ليا كوسينوس. هي تبع معايا مزيان، أنا شنو تنحتاج؟ طول ديال هاد المتجه، طول ديال هاد المتجه بكل بساطة كنسميو حنا المنظم، كنديرو لي بار بحال هكا، شطاطات من هنا جوجات، جوج شطاطات من هنا ومتجهة، كيتسمى المنظم. دونك هو منظم أو في منظم في في كوسينوس الزاوية اللي ما بين أو و في هي ألفا، كوسينوس ألفا. فون بحيث أن ألفا راه هي الزاوية أو في، هي الزاوية المحصورة ما بين أو و في. هذا هو الفا، الفا هو الزاوية اللي كاين ما بين يو في، يعني إلا كانت عندي أي متجه أنا مثلا هذا المتجه هذي نقدر نجي ندير ليها جدد سلمي مع هذا المتجه، حتى
تيهمني انا الطول ديال هذا المتجه، الطول ديال هذا المتجه، الزاويه المحصوره بيناتهم، والصيغه المثلثيه خاص يكون فيها كوسينوس. داكشي علاش كتسمى بالزاويه عفوا بالصيغه المثلثيه. ارا اجي معايا الصيغه التحليليه، الا جينا تكلمنا على الصيغه التحليليه هي اللي كنستعملوا حنا في الحساب دابا. مثلا اذا كانت عندي اي متجهه، طبعا راه عندك احداثيات في المعلم، عندك احداثيات في المستوى، غنحطوا افصولها اكس وارتوبة إي. حنا في المستوى كنخدموا بأفصول وأرتوب، أفصول وأرتوب، أفصول وأرتوب. دونك الأفصول هو إكس، أرتوب هو إي. غنجيب عند المتجه بي، أفصول هو إكس بريم، أرتوب هو إي بريم. غادي غنبدل لكم بزاف ونحطوا أمثلة باش تلقى المستوى ساهل. إذا كان عندي إي سلمي في تساوي، شوف إي سلمي في، كنحطوا الوضع على الشكل التالي، هي إكس هنا إي سلمي x بريم y بريم. هنا عندي الاحداثيه ديال لينا متجهين ديال u، هنا عندي الاحداثيه ديال لينا متجه v. فهم اذا يساوي بصفه عامه، الا كانت عندي u سلمي v يساوي، كنضرب الافصول في الافصول، عقل الافصول في الافصول، x x بريم z y y بريم. هذا هو الجدول السلمي بصفه عامه، وهذا راه يعطيني على الحقيقه. غنمسح هنا وغادي نتبع معايا باش تفهم. بمعنى الامثله، اذا كانت عندي مثلا المتجهه، شوف معايا مزيان، اذا كانت عندي المتجهه U احداثياتها، انا غناخذ بزاف ديال المتجهات U باش تفهم معايا مزيان. U واحد اثنان، وV احداثياتها ثلاثة خمسة، عندي هنا ناقص اثنان ناقص واحد، عندي V احداثياتها ناقص اثنان ثلاثة، عندي U احداثياتها جذر اثنان واحد، وعندي في احداثياتها ثلاثة اثنان. شوف الحل، الحل ديال الحالة الأولى رقم واحد، رقم اثنان، رقم ثلاثة. دونك بالنسبة لرقم واحد غادي نكتب دابا على الشكل التالي، عندي U سلمي في، وأنت كتخدم معايا باش تخدم معايا في الورقة، كتخدم معايا في البرويون ديالك. U سلمي في، إذا كانت عندي U سلمي في، نحط الإحداثيات ديال المتجه U، المتجه الأولى U، حطهم، حطهم بشكل عام عندي، هي واحد، عفوا، واحد اثنان، ها واحد اثنان، سلمي، الإحداثيات ديال المتجه الثاني، ثلاثة خمسة، ها ثلاثة هنا وخمسة هنا، إذا U سلمي V يساوي، قلنا الأفصول في الأفصول، والأرتب في الأرتب، بكل بساطة، أفصول في الأفصول، أرتب في الأرتب، يعني واحد في ثلاثة، بيناتهم شنو كندير؟ زائد. زوج في خمسة، هذا هو اللي كاين. دونك U سلمي V بكل بساطة، واحد في ثلاثة، ثلاثة، زوج في خمسة، عشرة. إذا U سلمي V تساوي ثلاثة زائد عشرة، 13. هذا العدد الحقيقي اللي تكلمنا عليه، يعني جداء ديال المتجهتين كنسميو جداء سلمي. شدينا عدد وضربنا في عدد، هذا هو الجداء اللي كنعرفو. إلا شدينا متجه ضربنا في متجه كيتسمى جداء سلمي وكيعطيني عدد حقيقي هو 13. مازال باش نسالي ان شاء الله في الاخر نحط فيديو اخرى اللي كنشرح فيها منين جاو هاد الشيء هذا، منين جا اساسا. هذا المثال الاول، عقل معايا، بقينا اي سلمي في كتساوي 13. دونك بون هنا انا غنكتب هنا، بقينا ان اي سلمي في تساوي 13، هذا الحقيقي. تبع معايا المثال الثاني، اي سلمي في اشنو كيساوي؟ كنحط القاعده وكندير سلمي، هنا عندي ناقص 2 ناقص واحد، شد هذه قلبها، هنا عندي ناقص اثنان، ها هي اللي هنا، تحت منها شحال غنكتب؟ ثلاثة، باش نمشيو بشوية علينا على راحتنا. دونك U سلمي في يساوي، كنديرو الجداء، ناقص اثنان في ناقص اثنان، ناقص اثنان، ناقص اثنان، زائد بيناتهم، زائد، غندوز على السطر الثاني، ناقص واحد في ثلاثة، إذا U سلمي في يساوي ناقص اثنان في ناقص اثنان هي زائد أربعة، زائد أربعة، ناقص واحد في ثلاثة هي ناقص واحد، بقات الأسبقية للضرب، فيما كيكون الضرب كنحسبو هو الأول، بالنسبة للناس اللي باقي عندهم مشاكل، ألوغ أو سلمي في، عندي أربعة، ناقص واحد هي شحال؟ ثلاثة، الحالة الثانية، أو سلمي في يساوي العدد ثلاثة، غندوز دابا الحالة الثالثة. عندي U سلمي V، ما كنمشيش بعيد، كنخدم بالإحداثيات فقط،
يساوي كنحط الاحداثيات الاولين جذر 2 1 جذر 2 1 بيناتهم جوجان 3 2 ها 3 2 هي اللي تحت منا ارتبط بالثاني اذا اي سلمي في بكل بساطه الامور بسيطه جذر 2 في 3 جذر 2 في 3 زائد دائما كندير بيناتهم زائد 1 في 2 صافي الاسبقيه طبعا للضرب قلنا الاسبقيه للضرب دونك اي سلمي في جذر 2 في 3 هي 3 جذر 2 الضرب تبادلي جوج في 3 هي 6 و 3 في 2 هي 6 يعني جذر جوج في 3 هي 3 في جذر جوج هاد الكتابه انيقه وزوينه مزيانه احسن زائد 1 في جذر 2 هي 2 او كنحبسها دونك عطاتني الحاله الثالثه اي سلمي في اشنو كيساوي هي 3 جذر 2 زائد 2 ناقل للتوضيح دونك هذا عدد حقيقي هذا عدد حقيقي هذا عدد حقيقي ومنه بصفة عامة نستنتج أن إذا كان عندي U سلمي V كان عندي بصفة عامة واحد العدد L أو لك نسمي K هذا K هذا مالو K من F وقلنا أن العدد K ممكن أن يكون مثلا 3 ناقص 3 أو الحالة اللي عندنا مثلا 13 أو ناقص جذر 3 أو جذر 3 مثلا جذر 3 مثلا أو جذر 3 على 2 أو على حساب الجملة أو على حساب المعطيات بون بالنسبة للفيديو ديال دابا كنتمنى تكون واضحة إن شاء الله الفقرة الثانية غادي نشوف فيها أمثلة أخرين أنا نخدم على دابا بون كوراج بالتوفيق خذوا الأمثلة اللي كاينين دابا حاولوا ما أمكن أنكم تخدموهم وتعاودوهم دونك حاولوا نخدم ونعاود التكرار نخدم نخدم بزاف لو ماكسيموم بوسيبل إذا رجعتي تفرجتي في الناس اللي ناجحين راه لا انا ولا انت خصنا نستافدوا منهم الا تفرجنا في الناس اللي ناجحين كيخدموا 6 سوايع 7 سوايع فهمت شوف دي فيديو على ارنولد شوف دي فيديو على العلماء اللي دازوا قبل شوف دي فيديو على الناس اللي خارقين ولا هذاك السيد اللي ربح مؤخرا العقل الخارق غتلقى انه كيتمرن كيدير تمارين بزاف لونطريمون 5 سوايع 6 سوايع 7 سوايع 4 سوايع متقادل رجع من لي كوغ ديالي نخصص واحد الوقيته نرتاح فيها والمراجعه بون كوراج الله ييسر لكم الفيديو الجاي ان شاء الله شكرا.